هذه اللي هو معرفية لا يمكن ردمها إلا بالقراءة. فإحنا حاولنا أن تكون هذه رسالتنا تسهيل موضوع القراءة، تسهيل الوصول للكتاب. أنا هيثم الدرفيل من معرة النعمان المحتلة من قرية تلمنس. مشروع المكتبة بداية كان يعني بسبب هدفين أساسيين. الهدف الأول هو طلب الرزق، يعني أنا وجدت هون نفسي لاجئ في بلد غريب بحاجة أن أكسب قوت يومي أستطيع أن أستمر وأقدم لأطفالي ولعائلتي. أيضاً الهدف الأساسي من وراء فتح هذه المكتبة هو الحفاظ على اللغة العربية. اللغة العربية بالنسبة إلينا هنا خاصة مجتمع اللاجئين، نحن قد نكون تخطينا مرحلة الحفاظ على اللغة العربية، نحن تعلمنا وتخرجنا وأصبحت اللغة العربية محفوظة لدينا، لكن الخطر بالنسبة للحفاظ على اللغة العربية هو بالنسبة للأجيال القادمة، أبنائي وأبنائك وأبناء الآخرين، هؤلاء لغتهم مهددة وفي خطر. أهم الصعوبات التي كنا نعاني منها هو بصراحة الصعوبات المادية بشقيها، صعوبة تأمين رأس المال وإحضار الكتب وتدوير رأس المال أيضا في الكتب بطيء. الأمر الآخر هو صعوبة تأمين الكتاب العربي في تركيا، ومن هذا الأمر كان بالنسبة لنا عقبة وبالنسبة لنا في نفس الوقت محفز، هو تأمين الكتاب العربي في تركيا. بالنسبة أن أكثر شيء ساهم في موضوع أن تكون مكتبة ببرس مكتبة متميزة في الريحانية هو الهاجس، هاجس نشر الوعي، هاجس ردم هذه الهوة اللي بيننا وبين العالم الأول. هذه الهوة هو معرفية لا يمكن ردمها إلا بالقراءة. فإحنا حاولنا أن تكون هذه رسالتنا تسهيل موضوع القراءة، تسهيل الوصول للكتاب. فساهمنا في هذا الأمر في موضوع نشر الوعي بين طبقة الشباب، بالأخص طبقة الشباب. وبالتالي في قاعة المطالعة، احنا طبعا قاعة مفتوحة للجميع، يمكن لأي شخص أن يدخل إلى المكتبة ويقعد في القاعة وبهذا الجو المريح المساعد على القراءة ويتناول ما يريده من كتاب ويقرأه. في هذا الجو جمعنا هؤلاء الناس وأقمنا ندوات، أقمنا أمسيات شعرية، أقمنا ندوات فكرية، محاور تدريبية، يعني دورات تدريبية، أقمنا نقاشات لبعض الكتب. اللغة العربية موضوع هام جدا جدا جدا، مثل ما قلت لك يعني هو موضوع تجاوز موضوع هوية، تجاوز موضوع ثقافة، تجاوز موضوع لغة التواصل. اللغة العربية بالنسبة لنا هي كل هؤلاء مجتمع، إضافة إلى أن كونها اللغة العربية بالنسبة لنا هي دين.